السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الأربعاء 14/2023، احنا الآن بسوق الغنم في محافظة إدلب شمال سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو يا شباب، يعني إذا في حدا عنده لواح طاقة وقاعدة لواح طاقة مستعملة تكون مكفولة وشي نظيف يتواصل معنا. إذا تذكرون بداية شهر 9 أطلقنا حملة لحفر بير مي لصالح جامع القاضي جنوب بلدة حربنوش، وكذلك يعني وقف لله تعالى سبيل المي، يعني اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وجمعنا مبلغ لا بأس به. يعني الحمد لله حفرنا البير، انتهينا من حفر البير، والآن قام نشتغل على أنه نعمل القاعدة تبعت الواح طاقة ونجيب الواح طاقة، ولكن لقينا أنه الجديد غالي مكلف. يعني إذا بدك تفصل قاعدة جديدة وتجيب الواح جديد مكلف جدا جدا، والمبلغ اللي جمعنا ما يكفي. اي نعم، فقلنا ان شاء الله سبحانه وتعالى نشوف شيء مستعمل ومكفول، شيء مستعمل مكفول نظيف. اي نعم، فاذا حدا عنده قاعده الواح طاقه والواح طاقه يعني شيء نظيف ومكفول يكون مستعمل وبسعر مناسب وقف لله تعالى، اي نعم، يتواصل معنا. الصلاه والسلام على رسول الله، الله يرزق الجميع. لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. تضغطون على زر الإعجاب وزر الاشتراك وتابعونا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا الفطايم يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. انباعا ب 2350 عند اخونا ابو عمر تويني، ما شاء الله تبارك الله. فطايم استطلاع ما شاء الله تبارك الله، زينات حلوات، صارا ب 2350 فطايم استطلاع ما شاء الله تبارك الله. هذا جدي شغله فعولية نشط يا شباب، ما شاء الله تبارك الله على كفالة. الآن قدامنا لقح ما شاء الله نار. ايش قد سنه يا شباب هذا؟ هذا ثني ثني، ها؟ اللهم صل على محمد. هو الجدي هذا ما شاء الله تبارك عند احمد ثني ثني لسه 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 مبدل لسه لسه. لقوا يا شباب الميزات، ضخامة راس، بياض عين، لون حلو، اللون الادبس الحرق هذا طالب بيه صاحبه 200 دولار يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله، ولسه ما صار بيه دفاية. ما ندفع لكم بشيء لسه؟ لا بالله ما ندفع. الصلاة والسلام على رسول الله. جدي مكفول نشط ما شاء الله. اي والله حلو. أيوة. ما شاء الله تبارك الله. عندنا 22 عنز. لحد الان. ما شاء الله. الشباب اخذت هالرباعية هاي. لا وليد ما ي... لا هذاك يا طلاب الخلفية. يا شباب اخذت هصخلة العنزة الرباعية هاي. حانية من 20 يوم. اخذناها على الحلال. اللهم صل على محمد. عنز بيتوتية حلوة. لونها حلو، شكلها حلو، شعرتها حلوة، زينة، بلدية. رحمانية. اللهم صل على محمد. حانية من 20 يوم وضرتها زينة رباعية. غارزة الحليب ما عاد ما ضر فيه حليب. المهم تبين كيس الضرة يبين ابو عمر، مو ضرتها زينة والله. رحمانية والله زينة ما شاء الله تبارك الله. شايفين؟ اللي له بها مصلحة يتواصل معي يا شباب. توني اشتريتها ما شاء الله تبارك الله، بضاعة حلوة وما تتغير. خفيفة نظيفة. لا تنهزم ولا تبعد ولا شيء، هاي شغل البيت هاي. بس حطيتها بالبيت ما تطلع خالص هاي. اللهم صل على محمد. عينها بيضة، اذانها قصار، مهنا الاذان طوال حيل، ولا الصلمه المال اذان دحق علاتها خشان تزين وصل. رافعي عند عمي بزياد يا شباب ما شاء الله تبارك. يا اخوي وين راح نعرف يا البازار على الخرافة يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. وينك بتسولك عليه ب 88 وتصير معاك؟ ان شاء الله تبارك الله. 88 وتصير عليها النوم. ايش قد طلبت بيا عمي ابو زياد الخراف؟ اقول 55 هاي خاي 5500. ما في الا هون عندك حتى سبحان الله. 55 والله بين فوق ال 50 هذا الوزن. اكثر من 50 كيلو. والله 50 كيلو. اللهم صل على محمد. خراف خشنه ما شاء الله، جيرن وخشانه يعني.
صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابو زياد مدفوع بين 5000 وفاصلين 5000 بد فيها. صلينا على محمد. ما قام يتفقون كانه صلى الله عليه وسلم. صيت الله لا عليك ولا على غيرك ولا على العالم. ما ابي صيت الله انا ما ابي حق الحمد لله. جاء جاء. ابو زياد الدولار خيانه 227 اليوم الدولار 29.30. طبعا يا شباب احنا التسعيره اللي تشوفونها انتم على اسفل الشاشه على اليوتيوب ترى هاي التسعيره تقريبيه يعني ها يعني بفروقات بسيطه بس احنا قاعدين نحط التسعيره التقريبيه للناس بس مشان الناس تعرف. خلاف زينات خشنات كويسات 5000 ليره تركي مع امير ضيبيع عند عمنا ابو زياد الله يرزق الجميع. بازار على الفطايم هاي يا شباب عند اخونا ابو عمر الدولاني الصلاة والسلام على رسول الله. على مهلك علينا 95 ليرة ما اعطوك شيء زيف كيلو فطايم حلوات صراحة بضاعة كويسة. يا ابو حمزه كيلو 5 ما اعطاني والله ما اعطوك شيء. لا والله لا زيف ولا كيلو. لا اعطوني زيف. ايش قد يعني؟ اعطوني 26 2600 ما شاء الله. 2620 بضاعه حلوه بضاعه حلوه نظيفه ان شاء الله تعالى على 28 بدي ابيع. بنروح على الزيتون ما عاد نشتغل سوقنا. بطلنا المصلحه؟ بروح على الزيتون. ما تقدر ما تزبط ما تقدر انت ما تقدر. هاي ما اروح حياة عينك هاي لا فرق السوقين على الموت. ما اعرف استغل. الله يطول عمرك. الله يعافيك. فطايم كويسات يا شباب ما شاء الله تبارك الله ينجنن ويصير استقلاليات. هذا ابو النوري؟ لا ايش كرت ابو النوري؟ هاي ولد عمر ابو النوري. نعم هو جماعه العامريه كلهم العامريه كلهم جدان. كويسات كويسات حلوات ما شاء الله. الله يرزقك يا ابو عمر. بعد ابو حسن حبيبي الله يسعدك. البازار على اذن نجات هذا البازار على نجات هذا البازار على اذن نجات 92 ليره تركي على الكيلو 92 ليره تركي على الكيلو 92 ليره تركي على الكيلو لحم طيب يا شباب اطيب شيء بالسوق الصلاة والسلام على رسول الله. تشكوك لحم دك ان شاء الله. لا بعرف لا فتك الله. نعم الكيلو على الكيلو يا شباب على الكيلو على الليره التركيه. توكلنا على الله. 93 ليره تركي. بس هاي اطيب شيء مو اطيب شيء بس اللهم صل على محمد. بالنسبه للحم هذول اطيب شيء بالنسبه لنا. اللهم صل على محمد. مش قد نباع عندك الدغلة اليوم حسن؟ الروف نباع من 3.85 ل 5. بيب 85 كويس ولا المشاهدين يمسكوا على الرزق. اللهم صل على محمد. الله يجزيك الخير. والله حديث كويس. 11 يا حاج 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 11 ي
يمشي الحال مشينا نفتح بيسه. ايه شي 10 بده 10 الحين بالشباب. انا دفعت له والله قدمت له 70. انا ملحم الشباب الصلاه والسلام على رسول الله. ابو عمر قام يفصلها ب 77. فصل 77.77 ليرة تركي على الكيلو سعر الصرف التقريبي عندكم أسفل الشاشة. ما زال على هاي البضاعة يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا. سبعة وسبعين ليرة تركي على الكيلو يا شباب الغنم بها بالـ50 فوق الـ50 كيلو اللهم صل على محمد. صدتك يقولوا حسين ما ينصاد. صدتك ولا ما صدتك؟ شكرا. شو حسين ايش قد قام تطلب الفطايم ما شاء الله؟ ما اعطوك شيء؟ ما ندفع لك 100 دولار؟ اكثر والله عدت كويس والله. يا رب يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله. نطوك بين شيء؟ ما شاء الله تبارك الله. حلوة حلوة البضاعة حلوة ما شاء الله تبارك الله. أذن لنا يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله. مجنويات يا شباب مجنويات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بضاعة مجنوية ما شاء الله تبارك الله. زينة بلدية مجنونة. اللهم صل على محمد.41.5 يعني 4150 يا شباب. الخلاف هاي 4150 بازار ما بين البائع والشاري. لا البائع رضيان ولا الشاري رضيان. كأن البائع هو المرضيان. أب خليل والله أنت غالي بس بسعر ما يا كويسات كويسات أخلاف زينة تشوف. قد نبعنا ذن؟ والله بناه 13 في أبو خمسة. شنو عشار فاضيات؟ عشار. عشر؟ عشر 14 13000 تجوز. هل عبس هالسود هذا؟ هذا السود. اللهم صل على محمد. 2350 ليرة تركي عند ماهر يا شباب. هالفطايم المرحة هذا المبيوعات من الصبح ها؟ من الصبح.
لاني شايف ان مرحات يعني مبيوعات ومرحات ومريحات. حياك الله عمي ابو ماهر، هلا بيك الله يحفظك. ما شاء الله، ايش قد قام تسوم هالفطايم عمي ابو ماهر؟ والله يا عم اسوم 14 ألف و 14 ألف. 14 ألف الكل أعطونا 11 ونص. هنا أعطونا 11 ونص. الحج هنا لابس برنيطة أجنبية. برنيطة هذا هنا كبيرة. مجنويات حلوات والله عمي أبو ما. مجنويات الله وكيلك يا أخي. إن شاء الله تبارك الله. وليش ما بعت يعني؟ ما عمي فا صاحب وده 13 بده 13 والله اتقال شوي 12 ونص ما شرحه. نعم 12 ونص يعني صفة الوحدة ب 4000 وطجة. لأنه 4000 يعني شوف البضاعة يعني فوق ما تصور. ما شاء الله ما شاء الله وجوه حلوة. زينات جملانيات كويسات كويسات مجنويات. خشانتن زينة خشانتن زينة. اللهم صل على الله منيح ماشي الحال منيح. بيبيع ومشترى. يبيع يبيع. الحمد لله. الله يبعث الخير. عندنا الخلاف عند أخونا أبو أحمد الشباب ما شاء الله تبارك الله. كويسات والله أبو أحمد زينات ما شاء الله تبارك الله. إيش قد قام تسومون أبو أحمد؟ اعطونا 43 ونص وما بعد. انطوك 4300. اي 4300 ماني شربان شاي يعني لسه. 4350 وما بعد. ما بعت. ايش قد بين وزن ابو احمد؟ والله ما هذا عند عمي بعصام. اي نعم ما شاء الله تبارك الله. كويسات اخلاف زينات ما شاء الله تبارك الله. وليش ما باع ابو عصام؟ ايش يستنى؟ والله شباب هذا سوقنا ما شاء الله، صارت الدنيا ظهريه واحنا بالسوق. الصلاة والسلام على رسول الله. دقت ساعة الظهيرة. والله قاعد اسوم 5000. 5000 الطلب. شنو لسات وجدي مو؟ جدي فني. ايه اللهم صل على محمد. ما اعطوك شيء ما دفعوا لك شيء؟ والله 38 3800. نعم ناقصه خشنة بس والله لونه زين شكله زين. مكفول مكفول. مكفول ها؟ ايه مكفول. اللهم صل على محمد بس خير مو خشنة. ما شاء الله تبارك الله، ثني طالع رباع. زين والله زين ماشي حاله، زاد مقطشات اذانه. كويس، ايش قد قام تسومونه؟ والدفيعة 4. انطوك 4000. 4000. وايش قد فصلتوه؟ وصلنا على 45. 45. اللهم صل على محمد. كويس ماشي الحال. الله يرزقك يا وليد.